عمر صحفي للمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي. نتابع المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. أرحب بالأخوة والأخوات الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لقيادة القوات المشتركة للتحالف لهذا اليوم الثلاثاء 7/0/1440 هجري. وأرحب بالمشاهد الكريم. عناصر المؤتمر بإذن الله تعالى نتطرق إلى بعض الأحداث خلال الفترة الماضية خلال الأسبوع الماضي، أيضا العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والجهود التي تقدمها دول التحالف لإخواننا وأهلنا في اليمن، أيضا موقف عمليات إعادة الأمن لدعم الشرعية في الداخل اليمني، وكذلك الاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، وأيضا نستعرض بعض الفيديوهات للعمليات العسكرية والدعم الذي يقدمه التحالف لدعم الجيش الوطني اليمني. كان في بيان يوم أمس صادر من قيادة القوات المشتركة بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث. هناك آلية ثابتة لدى التحالف فيما يخص أي ادعاءات ترد إلى قيادة القوات المشتركة للتحالف بعد إجراءات مراجعة العمليات العسكرية وتقييم الاستهدافات. كان هناك احتمالية وقوع ضحايا مدنيين لدى عملية استهداف بإحدى نقاط التفتيش. المنهجية والآلية لدى قيادة القوات المشتركة في هذا المجال ثابتة بالالتزام بالقانون الدولي والإنساني وكذلك الالتزام الأخلاقي تجاه المدنيين في الداخل اليمني. أحيل الحادث، العملية العسكرية كانت ضد إحدى نقاط التفتيش للميليشيات الحوثية والتي تتعمد دخول وخروج المواطنين اليمنيين والتنقل إلى المحافظات اليمنية، هدف عسكري مشروع بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني. ولكن كان هناك ادعاء من بعض المنظمات، نتعامل مع هذه الادعاءات بجدية كاملة ويتم النظر في كافة الاحتمالات لوقوع ضحايا مدنيين لا سمح الله. تم إحالة الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعلان النتائج. تستمر جهود التحالف لدعم الشعب اليمني في الداخل اليمني. من ضمن هذه الجهود كان هناك تسليم عدد 30 سيارة للوحدات الأمنية في محافظة المهرة، بالإضافة إلى ما تم تسليمه سابقا من تسليم عدد 60 سيارة. عمليات إعادة الأمل تشمل إعادة الاستقرار للمحافظات اليمنية بعد تحريرها وكذلك دعم الجهود الأمنية في كافة المحافظات سواء بما يتعلق بالتفتيش أو تهريب الأسلحة أو المخدرات، وهذه ضمن الجهود التي تبذلها القيادة المشتركة للوحدات الأمنية بالدعم بالتدريب والأسلحة اللازمة في هذا الجانب. خلال الفترة الماضية كان هناك وصول المستلزمات الدراسية ضمن حملة تعليمي والتي تبنتها قيادة القوات المشتركة للتحالف بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأيضا وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وكذلك التعاون مع وزارة التعليم في اليمن. هذه الشحنات من الكتب والأدوات المدرسية شملت محافظة مأرب والجوف وعدن. هذه بعض ما تم تقديمه للأطفال والدارسين بالداخل اليمني. ضمن العمليات الإنسانية هناك خلية إدارة أزمة للتعامل مع الإعصار لبان والذي يضرب بعض المحافظات اليمنية. كان هناك بعض الأضرار المادية في محافظة المهرة. كما ذكرت هناك خلية لإدارة الأزمة ودعم المتضررين في داخل المحافظة بالشراكة مع مركز الملك سلمان وأيضاً ما تقدمه قيادة القوات المشتركة للتحالف. هناك جسر جوي ونظراً للأحوال الجوية سيتم بإذن الله تعالى تسيير عدد من الرحلات الجوية إلى المهرة لتقديم المساعدات للمتضررين بالمحافظة. المنافذ الإغاثية عدد 22 منفذ إغاثي إلى اليمن تعمل بكافة طاقتها الاستيعابية البرية البحرية الجوية. التصاريح الجوية البرية البحرية كما تشاهدونها أمامكم، أوامر عدم الاستهداف للمنظمات الدولية العاملة بالداخل اليمني وكذلك التحركات لهذه المنظمات يقترب بالعدد إلى 15,000 أمر عدم استهداف. التصاريح الكلية كما تشاهدونها أمامكم. تستمر قيادة القوات المشتركة بمنح التصاريح للسفن المتوجهة لكافة الموانئ اليمنية. تشاهدون أمامكم عدد التصاريح المعطاة إلى ميناء الحديدة خلال الفترة الماضية أو الأسبوع الماضي. عدد التصاريح 9 تصاريح لسفن متوجهة وبحسب الآلية المعتمدة من منظمة التحقق والتفتيش الأنظم.
التصاريح الجوية، عدد الرحلات كان هناك عدد 99 رحلة، الركاب 4880، المنافذ البرية لعدد 5 منافذ، التصاريح 9 تصاريح، الموانئ البحرية تم تقديم أو إعطاء عدد 39 تصريح للسفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية. تشاهدون أمامكم المواد الغذائية الطبية، المشتقات النفطية، المواشي، الركاب الأخرى والتي تم السماح لها من خلال السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية. السفن التجارية المتواجدة في الموانئ اليمنية في الحديدة والصليف عدد 7 سفن. ما تزال الميليشيات الحوثية تتعمد عدم دخول السفن وتأخير السفن بالدخول إلى موانئ الحديدة، سواء التي تحمل المشتقات النفطية أو المواد الإغاثية إلى هذه الموانئ. المجموع الكلي للسفن عدد 19. السفن التجارية المتواجدة في مناطق رمي المخطاف والانتظار الحديدة والصليف عدد 8. الموانئ اليمنية عدد 34 سفينة. تشاهدون أمامكم بعض الجهود والتي يقدمها مركز الملك سلمان ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن لدعم أبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات اليمنية. أيضاً من جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في إعادة الاستقرار وتقديم المساعدة للمواطنين اليمنيين والذين تم إعادتهم إلى قراهم. تشاهدون المركز الطبي في محافظة حجة مديرية حيران، وهذا ضمن خطة قيادة القوات المشتركة لإعادة الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة. لا تزال الميليشيات الحوثية كما ذكرت تتعمد إعطاء أو دخول السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية لإيجاد السوق السوداء، سواء في محافظة الحديدة أو منع المشتقات النفطية والمواد الإغاثية وكذلك الواردات بالدخول إلى المحافظات اليمنية، بعد أن تم إعطاء التصاريح لبدء الطرق الآمنة والتي تم تحديدها سابقا من الحديدة إلى صنعاء. وتشاهدون أمامكم في هذا الفيديو بعض الأساليب الميليشيات الحوثية في نهب مقدرات الشعب اليمني. سيستمر بإذن الله تعالى تقديم كافة المساعدات عبر خطة العمليات الإنسانية الشاملة إلى اليمن، سواء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية أو تحت سيطرة الحكومة الشرعية. ضمن موقف العمليات تشاهدون أمامكم في الخارطة مناطق السيطرة الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك الميليشيات الحوثية. تستمر كافة الجهود في العمليات العسكرية لإيجاد الضغط وتليين المواقف لدى الميليشيات الحوثية لمحاولة تهيئة البيئة المناسبة لكافة الأطراف اليمنية للمفاوضات أو الحديث. ضمن الموقف العملياتي تواصل قوات الجيش الوطني عمليات التعرضية الهجومية في كافة المحاور بمساندة التحالف في الداخل اليمني لغرض تحرير الأراضي اليمنية في محور حرض. نفذت قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف عمليات هجومية تعرضية باتجاه الهيجة والحصنين والشليلة، ولازالت العمليات مستمرة. في محور الملاحيض تنفذ قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف عمليات تعرضية هجومية على قنبورة والمبرك ووادي الجارة، ولازالت العمليات مستمرة. في محور باقم نفذت قوات الجيش الوطني مدعومة من التحالف عمليات تعرضية هجومية على جبال رمدان، جبل العضيد وجبل الصعاب المحيط بمركز مديرية باقم، ولازالت العمليات مستمرة ويتحرك الجيش الوطني باتجاه مركز المديرية. في محور جبل غرة وجبل الأسود نفذت قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف عمليات تعرضية هجومية، ولا تزال العمليات مستمرة. في محور تعز جبهة حيفان المفاليس غرب القبيطة قامت قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف بعمليات تعرضية هجومية على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهة حيفان، وتم السيطرة على منطقة الخزجة ومنطقة ذيباب. في محور فرضة نهم على كافة المحاور الميمنة والميسرة والأوسط نفذت القوات الموالية الشرعية هجوم على مواقع من المنصاع وعيدة، وكبدت العدو خسائر في الأرواح والعتاد.
في محافظة البيضاء، جبهة ناطع، الاشتباكات بين القوات الموالية للشرعية والميليشيات الحوثية جنوب شرق مفرق إعشار مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في الساحل الغربي ومحافظة الحديدة تحديدا. وقعت اشتباكات في حيس قام بها لواء العمالقة ولواء العمالقة السابع ولواء العمالقة الحادي عشر، ولا تزال العمليات مستمرة ويتم السيطرة على مديرية حيس. في الساحل الغربي في الحديدة تحديدا هناك ثلاث محاور، لا زالت قوات المقاومة المشتركة تطوق قرية الدريهمي من جميع ومن كافة الجهات. العدو محاصر داخل القرية ويقدر عددهم بحوالي 100 من العناصر الميليشيا الحوثي الإرهابية، ويتم القضاء على أي تعزيزات تكون في اتجاه الميليشيا الحوثية. في المحور الثاني لا زالت قوات المقاومة المشتركة تواجد بالقرب من كيلو 10، وتم السيطرة على الطريق الممتد ما بين الحديدة وصنعاء من خلال الإسناد الناري. في المحور الثالث القوات لا تزال تتمركز في منطقة المنظر. تشاهدون أمامكم بعض الأسلحة والتي سيطر عليها الجيش الوطني اليمني في العمليات العسكرية وبدعم من التحالف. نستعرض أمامكم بعض الانتهاكات الحوثية والتي تم رصدها خلال الفترة الماضية. لا شك الميليشيات الحوثية تستغل المدنيين كدروع بشرية داخل المدن سواء كان في الحديدة والمحافظات الأخرى. أيضا تتخذ الميليشيات الحوثية من الأعيان المدنية وخصوصا المساجد وكذلك المدارس في كنقاط للاحتماء من الاستهداف من قوات التحالف، وهي تعلم جيدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تراعي الجانب الإنساني وكذلك القانون الدولي والإنساني. نبدأ بالصواريخ البالستية. لا تزال محافظة صعدة وعمران منطقة إطلاق الصواريخ البالستية. كان هناك إطلاق صاروخ بالستي صباح اليوم من محافظة عمران باتجاه المملكة العربية السعودية وسقط في محافظة صعدة. عدد الصواريخ البالستية المطلقة باتجاه المملكة العربية السعودية عدد 205. تشاهدون الصواريخ البالستية. كما ذكرت عدد الصواريخ البالستية خلال الفترة أو الأسبوع الماضي عدد صاروخين، المجموع الكلي 205. مناطق إطلاق الصواريخ البالستية من الميليشيات الحوثية كما تشاهدون أمامكم. نستعرض معكم بعض الانتهاكات من الميليشيات الحوثي. من هذه الانتهاكات زرع الألغام سواء في القرى سواء في الطرقات بما يهدد المدنيين وخصوصا النساء والأطفال. ونستعرض جهود الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني وبدعم من التحالف ضمن نزع الألغام من هذه المناطق المحررة. تلاحظون كمية الألغام والتي تقوم الميليشيات الحوثية بزرعها داخل الطرقات كذلك المزارع وبين الأحياء السكنية والقرى. هناك انتهاك للقانون الدولي والإنساني سواء بالعبوات المبتكرة والتي تشاهدونها أمامكم أو استخدام القنابل والتي كانت توجد لدى القوات الجوية اليمنية في تحويلها إلى ألغام. يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم كافة الجهود من خلال مبادرة مشروع مسام في إزالة الألغام بالمناطق المحررة بالداخل اليمني. خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر كما تشاهدون على الشريحة تم إزالة تقريبا أكثر من 2020 لغم من المناطق المحررة والتي تهدد حياة المدنيين، وتشاهدون أيضا العبوات الناسفة والقذائف والألغام المضادة للمركبات والأفراد. من الانتهاكات الميليشيا الحوثية خلال الفترة الماضية تشاهدون أمامكم دخول بعض العناصر الإرهابية من الميليشيات الحوثية إلى مدرسة في قرية النعمان محافظة صعدة مديرية رازح، اختراق القانون الدولي والإنساني باتخاذ المناطق المحمية بموجب القانون الدولي والإنساني كنقاط احتماء وعدم استهداف من قوات التحالف. تلاحظون العناصر الإرهابية داخل المدرسة يحملون السلاح. أيضا من هذه الانتهاكات استخدام الميليشيا الحوثية للمدنيين كدروع بشرية. هذا ما تشاهدون أمامكم في محافظة حجة، تشاهدون عدد من المقاتلين يحملون السلاح، تشاهدون الأطفال في الطرف الآخر باستخدام منازل المدنيين والاحتماء
بالأعيان المدنية في مخالفة المادة 51 والمادة 52. يلتزم التحالف وكيات القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وأعلى معايير الاستهداف وقواعد الاشتباك في هذا الجانب. تلاحظون أيضا من بعض الانتهاكات القانون الدولي والإنساني، الميليشيا الحوثية تستخدم أحد المساجد المحمية بموجب القانون الدولي في محافظة حجة مديرية بكيل المير. تلاحظون الميليشيا الحوثية أثناء خروجها من أحد المساجد وبما يخالف القانون الدولي والإنساني. نستعرض بعض الجهود من قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الجيش الوطني اليمني ضمن العمليات بالداخل اليمني. يستمر التحالف في تحييد القدرات وتدميرها لدى الميليشيات الحوثية، سواء الصواريخ البالستية أو الطائرات بدون طيار. ما تشاهدونه أمامكم استهداف منصة إطلاق صواريخ بالستية تحت الغطاء الشجري في محافظة صعدة مديرية الأزقول، عملية المتابعة عملية التدمير. أيضا تحييد القدرات الحوثية، تلاحظون في هذا الفيديو أمامكم في الجهة اليسرى إطلاق طائرة بدون طيار، يتم متابعة الميليشيات الحوثية. تلاحظون عملية إطلاق الطائرة بدون طيار وهي على المستوى التكتيكي. في الجهة اليمنى من العرض استهداف الميليشيا الحوثية والتي قامت بإطلاق الطائرة بدون طيار وتدمير هذه القدرات. استهداف مهاجمة عربتين تحمل منصة إطلاق طائرات بدون طيار، كما تلاحظون أمامكم في يسار الشريحة إحدى الطائرات وهناك حامل للطائرة بدون طيار، عملية المتابعة عملية التدمير. أيضا على يمين العرض إحدى الطائرات التي يتم استخدام